اللي ياخذوا دور هذا العرس اللي كيحتضنوه كل سنه هنا باش نشجعوهم، لانهم مستخدمين الصيدليه جزء لا يتجزا من الصيدليه، وما يمكنناش نشوفوا ان ممكن مستقبل الصيدليه يزيد القدام بلا ما يكون هاد الناس عندهم دور كبير حتى هما معانا. وحنا كنجيو لهنا باش نشجعوهم، باش نكونوا معاهم، باش نقولوا لهم حنا معاكم وانتم معانا، وحنا فريق ما يمكنش نستغناو على بعضياتنا. وهذا اليوم هم في صدد هاد النسخة 18 ديال الدورة ديالهم، هاد اليوم كولابو واختاروا له لو بون ايزاج دو ميديكامون ريسبونسابيلتي سونسيبيليتي. هذا كيبين وكيورينا مدى احساسهم بالمسؤولية واحساسهم بانهم انهم لا بالدخصهم هما يعطيو ولا بالدخصهم هما يزيدوا قدام ويديروا عمل صحيح. اليوم الحمد لله كما كتشوفوا الجمعيه كتنظم ملتقى 2023 في النسخه ديالو 18، والجمعيه منظمه مجموعه من الملتقيات في هذا الاطار. واليوم وصلنا ان موضوع الساعه هو الدواء، الدواء الشعار ديال هذه الايام هو الدواء، المسؤوليه والتوعيه. بالنسبه للمسؤوليه، اين تبدا مسؤوليات المساعد الصيدلي واين تنتهي؟ من هنا نطالب بواحد القانون اللي تنظم هذه المهنه باش نعرفوا مسؤوليات ديال المساعد الصيدلي. ثانيا التوعيه، اننا نواكبوا اي مريض دخل الفضاء ديال الصيدله او الصيدليه انه يتعالج وتعطى له المتابعه ديالو، المتابعه ديال المريض، وتعطى له الادويه ديالو بطرق اللي هي حديثه وطرق اللي هي مبسطه، باش اي واحد، انا قلت ماشي كلشي انه تعرف يعرف لونغاج اللي هو اللغه ديال الفارماسي بطريقه مبسطه. و بلوس اننا نحاربوا المواقع اللي كتولي كتمتهن الطب وكتعطي واحد شي وصفات اللي هي ضاره، والهدف هو الربح والاسترزاق في الدواء، والدواء ما فيش الاسترزاق، ممكن يسترزقوا في اي حاجه الا الدواء وصحه المواطن. الايام 12 اللي كتنظموا جمعيه كل سنه كيكونوا ايام ثقافيه كيشاركوا فيهم منظمين ليزيد فارماسيان، يعني المساعد الصيدلي على صعيد المغرب كله، كيدوزوا في يوم السبت والاحد، كيدوزوا في اجواء يعني عائليه تاع كيتعرفوا كيزوروا على بعضياتهم، كيكونوا جميع القطاعات القطاع الصيدلي، وكيدوزوا كما قلت لكم في اجواء كيكونوا كنشكر الجمعية على البادرة اللي كنديرو أول بادرة كل سنة.